طبعا البلد كلها بتقوم بتجهيز وتعبئة المحصول التوم سنويا، يعني منتج قديم من بقاله 40 سنة شغالين فيه. الدول الأوروبية طبعا زي هولندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بولندا، شرق آسيا، جميع الدول العربية برضو، واخد بالك، الأردن، لبنان، السعودية، الكويت، تونس، ليبيا، كله ده طبعا واخد بال حضرتك بياخد شغل من سلاجوس، من كرز، لان احنا البلد الوحيد على مستوى الجمهوريه في تصدير محصول التون، حوالي من 10000 15 عامل يوميا بنخدم محافظه بني سويف. الكميات دي بألفات الفدادين، يعني واخد بال حضرتك، كله طبعا بنظر دلوقتي بدانا ان احنا نطلع في الصحراء والصحراوي بنزرع توم، جوده التوم طبعا في الارض الصحراويه جميله، واخد بال حضرتك. بالنسبه لمشروع المليون ونص فدان، بدات الناس تلتجئ للصحراوي الغربي عندنا، دي حاجة طبعا بتمثلنا بتمثلنا برا في جميع الدول. لما حاجتنا تبقى كويسة ومنتجها كويس والجودة كويسة، واخد بال حضرتك، دي بيفتح لنا شغل طبعا. طبعا هنا البلد كشغل توم هي مشهورة على مستوى الجمهورية بشغل التوم، أيا كان توم بلدي، توم صيني، الكلام ده كله. طبعا التوم بيجي من الأرض بخامه كخام، بيخش على تجهيز هنا، تكشير وتنظيف الطينة منه وقص العرش منه وتجهيزه لحد ما تدخله للباسكت أو حسب العبوة بتاع العميل، سواء دول أوروبية أو سواء دول عربية، سواء باسكت أو شبكة أو سبت، واخد بالك، أو برنيكة كبيرة، كل ده بنجهزه هنا. وطبعا حضرتك بيستلم العميل اللي هو من بره بيستلم جوده 100 100. حضرتك سلاجوس مشهوره ان هي بتساهم في عدم البطاله في البلد، لانها بتاخد نسبه كميه انفار عماله سواء بنات او شباب او رجاله كبيره، زي ما انتم شايفين حضراتكم في المفرش، كل المراكز اللي حوالينا. بقول للناس شد حيلكم، الشغل موجود في بلدكم، ما تفكروش في سفر بره، لا، انت فكر ان انت تشتغل وتجتهد في بلدك عشان تعمل حاجه لبلدك ونفسك في الاول وفي الاخر. ونشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياده المحافظ، واخد بال حضرتك، ومجلس المدينه ووزاره الزراعه، فعلا مقدم لنا خدمات كتيره طبعا بالنسبه للبنيه التحتيه، الطرق وكده، مسهله علينا في موضوع نقل الحاويات طبعا بالنسبه للاسكندريه، شرق التفريع، بورسعيد، السويس، واخد بال حضرتك. الحاويه كانت بتجي لنا في 7 8 ساعات 10 ساعات، النهارده بتجي لنا في 3 4 ساعات، دي حاجه يعني بسم الله ما شاء الله يعني. ونشكر سياده الرئيس ان هو فعلا اول شيء في يعني يسهل الاستثمار ويسهل النمو الطرق،